السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المتابعين الكرام على القناة ديالكم الفنية قناة كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. باش ما نطولش عليكم هندوزو مباشرة لعناوين هذه الحلقة. قلق في صفوف أرباب المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء بعد إلزامهم بإغلاق محلاتهم على الساعة 10. نصيحة النجمة الهندية كاجول للممثلين الجدد: لا تحاولوا أن تكونوا نسخة من أي شخص. بعد الهجوم عليهم، نجوم بوليود يعطلون خاصية التعليقات على الإنستغرام. سلمان خان ينشر أحدث صوره أثناء ممارسته الرياضة. والآن لننتقل إلى التفاصيل. يسود قلق كبير في صفوف أرباب المقاهي والمطاعم في مدينة الدار البيضاء بعد إلزامهم بإغلاق محلاتهم في الساعة 10 ليلا. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أرباب المقاهي والمطاعم في مدينة الدار البيضاء غاضبون من إلزامهم بضرورة إغلاق محلاتهم في الساعة 10 ليلا، على الرغم من أنه لا يوجد قرار رسمي صادر من الجهات المعنية ينص على ذلك. وتساءلت مصادر مجلة اليوم 24 عن أسباب القرار المذكور، لا سيما أن أرباب المقاهي والمطاعم يحترمون قرارات وزارتي الداخلية والصحة فيما يخص التدابير الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد. وفوجئ أرباب المقاهي والمطاعم في العاصمة الاقتصادية بإلزام أداء غرامات وواجبات الضرائب المحلية لشهر يناير وفبراير ومارس الماضي في الفترة الحالية الصعبة، وبعد أيام قليلة فقط من السماح لهم باستقبال الزبائن وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 50%. وأضافت المصادر نفسها أن الغرامات المذكورة تأتي في تناقض تام مع دورية وزارة الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال في بداية ماي الماضية، والتي أكد فيها على توقيف سريان مفعول آجال تطبيق الجزاءات المتعلقة بالموارد المالية المفروضة من طرف الجماعات المحلية ابتداء من تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية رفعها. واستقبلت مقاهي ومطاعم الدار البيضاء زبناءها الأوفياء قبل أيام من إعلان رفع الحجر الصحي والسماح لها باستقبال الزبائن ببطاقة استيعابية لا تتجاوز 50% مع احترام شرط التباعد والتعقيم. نصيحة كاجول للممثلين الجدد: لا تحاولوا أن تكونوا نسخة من أي شخص. وجهت النجمة الهندية كاجول نصيحة للممثلين الجدد خلال جلسة سؤال وجواب استضافتها لمعجبيها على صفحتها على موقع الإنستغرام، وتحدثت عن ذلك بعد سؤال أحد المعجبين لها عن نصيحتها للممثلين الجدد، وأجابت: كونوا أنفسكم ولا تحاولوا أن تكونوا نسخة من أي شخص آخر. كاجول تحدثت أيضا عن أفضل طرق التعامل مع الانتقادات والتنمر الذي عادة ما يتعرض له العاملين في المجال الفني، وقالت عن ذلك: استمروا في التألق وكونوا إيجابيين. كاجول تعتبر شاروخان هو الأفضل في السينما الهندية. خلال جلسة السؤال والجواب أيضا دار نقاش حول أفضل النجوم في صناعة السينما الهندية في الوقت الحالي، وعندما قال أحد المعجبين أن النجم الهندي شاروخان والذي شارك كاجول في بطولة العديد من الأفلام هو الأفضل، اتفقت معه كاجول في ذلك. وبسؤالها عما إذا كانت تخطط لتشجيع ودعم ابنتها نيسا ديفجان أو ما إذا كانت نيسا ترغب في العمل كممثلة، أجابت كاجول بكل بساطة: لا. مأساة انتحار سوشانت سينغ راجبوت. وبسؤال المعجبين لها عن تعليقها على وفاة الممثل الهندي الشهير سوشانت سينغ راجبوت منتحرا في وقت سابق من هذا الشهر، وصفت ذلك بأنه مأساة حقيقية. وبسؤالها عما إذا كانت تحب النجمة راني مخيرجي كممثلة، أجابت قائلة: أعتقد أنها ممثلة رائعة. كاجول سئلت أيضا عن أفضل طعام أعدته لزوجها النجم الهندي أجاي ديفجان، وأجابت قائلة: كيجدا. بعد الهجوم عليهم، نجوم بوليود يعطلون خاصية التعليقات على الإنستغرام.
تعرض العديد من نجوم ومشاهير بوليود لسيل من الانتقادات والاتهامات بالتسبب في وفاة الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت بعد قيام الأخير بالانتحار شنقا في منزله في مومباي في وقت سابق من هذا الشهر، وتنتهي حياته وعمره لا يتجاوز 34 عاما. نجوم بوليود يعطلون خاصية التعليق في الانستغرام. وطبقا للتقارير المنشورة، فلقد وجه معجبو سوشانت سينغ راجبوت الجزء الأكبر من اللوم لنجوم بوليود الذين ينتمون لعائلات فنية، متهمين إياهم بالحصول على الكثير من الفرص في صناعة السينما الهندية على حساب نجوم موهوبين مثل سوشانت سينغ راجبوت، وهو ما جعل نجوم من أمثال عاليا بهات كارن جوهر يقومون بتعطيل خاصية التعليقات على مشاركاتهم على صفحتهم الرسمية على مواقع التواصل وخاصة انستغرام للحد من التعليقات المسيئة التي يتركها معجبي سوشانت على صفحاتهم. اتهام أبناء العائلات الفنية في بوليود بالتسبب في انتحار سوشانت سينغ راجبوت. صحيفة ميدزاي الهندية نشرت تقريرا جديدا في ذات السياق تحدثت فيه عن أن المعجبين عبروا عن استيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما أسموه بنفاق نجوم ومشاهير في صناعة السينما الهندية، بعد أن قام مجموعة من نجوم بوليود بنشر رسائل لنعي سوشانت في الوقت الذي قام عدد منهم على حد زعمهم، وكما أكد والد سوشانت في تصريحات لوسائل الإعلام فيما بعد بمحاربته والتضييق على عمله في بوليود، وهو ما كان أحد أسباب معاناة سوشانت من الاكتئاب الذي تسبب في النهاية في إقدامه على الانتحار. الصحيفة تحدثت أيضا عن أن المعجبين لم يكتفوا بنشر رسائل تتضمن انتقادات وإهانات لنجوم بوليود من أبناء الأسر الفنية الشهيرة في صناعة السينما الهندية، وإنما قامت أعداد ليست بالقليل منهم بإلغاء متابعتهم لصفحات نجوم ومشاهير بوليود المتهمين بالمحابات أو الحصول على معاملة مميزة، وعلى رأسهم عاليا بهات وكارن جوهر. سونام كابور تعطل التعليقات على صفحتها وصفحة والدها. يأتي ذلك بعد أن واجهت سونام كابور انتقادات حادة لمن وصفتهم بالمتنمرين والحمقى من خلال صفحتها على موقع تويتر، كما نشرت صور لتعليقات مهينة وجهت لها ولأسرتها، وكشفت عن قرارها بتعطيل خاصية التعليقات على صفحتها وصفحتي والديها الرسمية على الانستغرام لحمايتهم من التعليقات المهينة الموجهة إليهم. سلمان خان ينشر أحدث صوره أثناء ممارسته الرياضة. يبدو أن النجم الهندي سلمان خان قد استغل فترة الإغلاق العام وحظر التجوال في الهند في التدريب في الجيم لأطول فترة ممكنة، حيث نشر سلمان خان والبالغ من العمر 54 عاما صورة له على صفحته على موقع الإنستغرام، ظهر فيها وهو يجلس على مقعد طويل في جيم خاص في منزله بعد الانتهاء مما بدا وكأنها جلسة تدريب طويلة في الجيم. الصور أظهرت أيضا سلمان وهو يتفقد هاتفه المحمول، وكتب سلمان معلقا على الصورة: انتهيت للتو من جلسة التدريب في الجيم. سلمان خان ينشر صورة طريفة. يأتي ذلك بعد نشر سلمان خان صورة طريفة يظهر فيها وهو يتدرب في الصالة الرياضية في منزله الريفي في بانفيل، بينما تظهر في خلفية الصورة صديقته المقربة والممثلة الشهيرة جاكلين فرنانديز، وهي تختلس النظر إليه في محاولة لالتقاط صورة له أثناء ممارسته الرياضة لنشرها على مواقع التواصل، وكتب سلمان معلقا على الصورة: جاكي، تم الإمساك بها أثناء محاولتها التقاط الصور خلسة، لقد نجحت في التقاط صورة وستقوم بنشرها على صفحتها. وفي وقت لاحق قامت جاكلين فرنانديز بالفعل بنشر صورة لسلمان خان أثناء تدربه في الجيم في منزله في بانفيل. الجدير بالذكر أن جاكلين فرنانديز هي واحدة من بين مجموعة من الأصدقاء المقربين لسلمان خان ممن يقيمون حاليا في منزله في بانفيل بناء على دعوته. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله.
إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.